إخواني، لابد أن تدرك الأمة كلها لتكون يدا واحدة في صناعة سلم اجتماعي يجمع كلمتها. لابد أن تدرك حمة الدماء. تجمع للتيارات الإسلامية الموجودة من الجماعات ووزارة الأوقاف والأزهر، وخاصة نقابة الدعاة الوليدة، لتجميع التيارات الإسلامية على فكرة واحدة وهي وسطية وسلمية الثورة المصرية. الفتنة ان احنا نجر الشباب لمزيد من القتل ومزيد من سفك الدماء، فاحنا بنحاول ان احنا نهدئ الشباب حتى لا تكون مزيد من إراقة الدماء ومن الفتنة في المجتمع المصري. نريد المظاهرات السلمية الحضارية التي تعبر عن الوجه الحقيقي للمجتمع المصري. اما ما يوجد من سفك الدماء وإراقة الدماء فهي صورة غير حقيقية للمجتمع المسلم المصري، وكذلك المجتمع بعامة، المجتمع المصري بعامة. دور الدعاة بتوعية الناس بالأخلاق ونبذ العنف والتقارب فيما بين التيارات المختلفة، يعني التقارب فيما بين التيارات المختلفة أهم شيء، سواء كانت تيارات إسلامية أو تيارات علمانية أو الإخوة المسيحيين مع المسلمين، التقارب فيما بينهم حتى يكونوا يعني صف واحد أمام أي إنسان يريد أن يخل بأمن الوطن. أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه التذكرة السريعة حتى نعلم أن دورنا لن يأتينا من غيرنا، لن ننتظر أداء دورنا لا من الإعلام ولا من قياداتنا ولا من غيرها، بل كل منا مطالب أن يبحث وأن يتشاور مع قيادته. إن عنت له فكرة أو وجهه الله لأمر يستطيع من خلاله أن يخدم أمته. يا علماء أصح الأمة، يا علماء أصح الأمة، ربنا يكشف عنا الغمة، ربنا يكشف عنا الغمة. نحن نؤكد على وجوب الإزراع في محاكمة الرئيس المخلوع وأولاده، فأصابعهم في الفساد والإفساد، وهو الذي توعد.